ويلكم تو ماي شانل. كيفكم صبايا؟ عم تشوفوا قناه ميثا عبد الجليل. اذا منكم مشتركين بقناتي بسرعه اشتركوا وفعلوا جرس الاشعارات وتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم بدي افرجيكم كولكشن جديد. شيكلام انتقلوا الى عالم الفضاء، نزلوا كولكشن. هيدي كولكشن جديده فيها الوان كتير حلوه، وانا اوز انسبايرد بالالوان، يعني الالوان كتير حلوه وكلياتها ريليتد للفضاء، يعني نقلوني الى عالم الفضاء. واسم هيدا الكولكشن كوميك كم اب. هيدا الكولكشن فيه كل شيء بدك تحتاجيه لحتى تعملي لوكات يوميه، لوكات سهره، فيكي تعملي حتى لوكات هالوين، واي نوت، يعني انت افتحي الابواب الى الكرياتيفيتي تبعك وفيكي تعملي شو ما يخطر على بالك. هلا رح فرجيكم المجموعه كلياتها. هاي هي بنات المجموعة كوزميك كم اب اللي نزلوها شيكلام الجديدة، وبس بدنا نفتح هيدا البوكس رح نلاقي كل الأشياء الموجودة داخل هيدي المجموعة. نبلش أول شي بالباليت. هيدا الباليت بنات فيه 12 لون مختلفين، ال 12 لون بتكتشرز مختلفين، عنا المات، عنا الشمري، التكتشر شوية بتحسوا كمان إنه كريمي، في كل الألوان اللي تحتاجوها لحتى تعملوا اللوكات المختلفة، فيري هايلي بيجمنتد وسهل كتير إن أنتوا تدمجوا الألوان. هلا رح أعمل سواتشز وأفرجيكم الألوان كلها على إيدي. شوفوا بنات الألوان وتنوعها بالتكتشر، قديش في اختلاف بالألوان وقديش في اختلاف بالتكتشر، يعني الألوان الشمر بتاخد العقل الصراحة. هيدا الباكج بنات تبع الشمر هايلايت، فيكم تفتحوه بكل سهولة هيك. سو هيدا هايلايت اوكي، بس شمري، لونه هيك بلو جرين، يعني بيعطي افكت بلو وجرين. ومثل ما كلكم تعرفوا شيكلام لما بينزلوا اي كوليكشن، الكوليكشن بتكون متكاملة. شوفوا بنات هيدي الاسبونج قديش شكلها سوبر دوبر كيوت. طبعا هون رح نلاقي شوية انجلت انا مستخدماها طبعا، فلهيك رح تلاقوا عليها شوية هايلايت. في عنا اربع الوان من الشمر ايلاينر بنسل، هلا رح اجرب لكم كل واحد ورح خلي اسمه بجانب اللون، تمام؟ طبعا كل الالوان فيري بيجمنتد، كتير كريمية وكلياتها فيها شمر كتير حلو. كمان بهيدي المجموعة نزلوا 2 sets of lipsticks، أول واحد كلياته هيك على نودز، الثاني للمرأة الجريئة الصراحة، ألوانهم كتير جريئة. وكمان حبيت إنه في تكتشرز مختلفين من الليبستكس، يعني بعض الليبستكس رح تلاقوهم مثل جلوسي فيهم لمعة، والبقية رح تلاقوهم مات، كتير عمليات لأن حجمهم سهل إن أنت تحطيهم بالشنطة معك وتعملي ريتاتش للميك اب تبعك. بعتين شغلتين كتير حلوين بهيدا البوكس، عنا النظارة اللي هي اخذة شكل الالين، وكمان بنات هيدا التيشيرت من شيكلام. ويلا نبلش بالمكياج. اول شي رح استخدم نتفة كونسيلر على الجفن العلوي، ورح اخد هيدي الاسفنجة. او ماي جاد، شوفوا قديش حجمها صار بعد ما بللتها بالمي، صار حجمها كتير كبير اوكي، بس بقدر بنفس الوقت حتى لو حجمها كبير بقدر ان انا اتحكم لانه التب عندي شوية هيك مروس. كتير عجبني اللون الاخضر فقلت رح ابلش فيه، رح اخذ اللون الاخضر ورح احاول ارسم خط ستريت. الفرشه الاولى اللي استخدمتها كان شويه حاده لحتى ارسم الخط، هلا رح اخذ فرشه شويه مفروشه لحتى افرد الخط وما اخليه محدد. رح استخدم ايلاينر من زاويه العين الخارجيه لحتى اوكي نحن عملناه، يس رح يكون طويل، ما عليكم كفو، دونت وري. وهلا رح اخذ فرشة كتكوتة صغنطوطة ورح اخذ الاي شادو الاسود. شايفين الفرق بنات ما بين هون وما بين هون؟ اللون الاسود الاي شادو الاسود دمج ما بين الايلاينر والاي شادو الاخضر، سبيشلي انه اللونين يعني صعب يندمجوا مع بعض، اذا اندمجوا بطريقه خطا ممكن يتحول الميك اب الى لون رمادي، فانا هلا بدي اكون كتير دقيقه وقت ما بمشي على الخط الاسود بمشي بالضبط بالضبط على الخط، يعني ما بطلع كتير، انتبهوا. ونرسم بنات مدمع عين موازي للخط الاسود اللي عملناه من فوق. هلا رح اخذ الليكويد هايلايتر لونر جلو اوكي، ورح اخذه بفرشه رح احط شويه منه شويه صغيره هون في نص الجفن، ورح ركب الرموش. رح اخذ هلا الايلاينر الاخضر رح احط منه شويه تحت العين.
بس لحتى يضوي المنطقة اللي تحت العين، لأنه كل هيدي الأيلاينرز اللي منزلينها بهذا الكوليكشن كلياتهم فيهم شمر وجليتر وهيك عرفتوا، فبيعطي هيك ضو كتير حلو سبيشالي لما تتحركوا بجنن. رح احط ماسكارا. وهلا بنات رح اعمل فينيشنج للوجه، رح اعمل الكونتور. واحمر الخدود. وشوفوا لي هيدا الهايلايت قديش تأثيره كتير حلو، تحسوه مثل الجلي. جبار. والحلو انه البارتيكلز تبعه كتير ناعمين، يعني ما بيأثر على الكونتور ولا على البلوشر، بيجنن. قديش كيوت بنات هالميني ليبستيكس، قديش حلوين، تحطوه في الشنطة سوبر كيوت، تطلعوهم هيك نجمة صغيرة، تحطوا ليبستيك وترجعوه بالشنطة، very nice. قديش كريمي، بسلس على الشفايف. هلا رح احط فوقه الليبستيك بس شوية فيه لمعة، وهيدا الفاينل ريزلت. حبيتو؟ نايس مو؟ المجموعة كتير حلوة. اوكي، اذا اجيت انصحكم بواحد من الاشياء اللي لازم تشتروهم من هيدي المجموعة، ديفنتلي الميني ليبستيكس بيجننوا. كمان هيدا الفاليت سوبر دوبر حلو، هايلي بيجمنتد، سهر تدمجوا تدمجوا الوانه يعني، فيري نايس الوانه، فينا نستخدمه لحتى نعمل لوكات كتير مختلفة ومتنوعة، وبنفس الوقت سعره كتير افوردبل بنات، كتير افوردبل، فينا نستخدمه لحتى نعمل لوكات هالوين، مثل مثلا الفيديو اللي انا عملته بالانستغرام، رح خلي لكم الفاينل لوك، حطيت هيك كريستلز واشياء واشياء، هيدا ممكن يكون هالوين ميك اب، واي نوت، بس انا حبيت اعمل لكم هون على اليوتيوب ميك اب يكون ويربل، يعني شيء تقدروا عن جد انه تحطوه وتطلعوا فيه. So that's it، هيدا هو كان محتوى الفيديو تبعنا اليوم، ان شاء الله عجبكم، اذا عجبكم ما تنسوا بنات تعملوا لايك، سبسكرايب، شير هيدا الفيديو مع كل رفقاتكم، وتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي. I love you to the moon and back، وبشوفكم قريبا جدا جدا فيديو جديد. تشاو تشاو.